نبيل مسلوب بجنب عبد اللطيف جريندو للتمويه فقط الكابتن والقائد لفريق الرجاء. التصويب سيكون مباشر من نبيل مسلوب. نبيل امامه ست لاعبين بالجدار هذه المره. يتقدم نبيل مسلوب يصوب والدفاع وتصويب وجول جول 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 سفيان العلوبي بدل المباراه. سفيان فعلها الفنان فعلها الفنان سفيان فعلها مشاهدينا الكرام سفيان الفنان يبعث بالفرحة في مدرجات ملعب محمد الخامس بعد أن توصل للتهديف في شباك الحارس مصطفى كمال عند المخالفة مرتدة من نبيل مسلوب. أول سيناريو في المباراة بانعراج للفريق الرجاوي في أجواء جماهيرية غير معقولة بالمرة. الألوان والشماريخ تغرد هنا في سماع مركب محمد الخامس معلنة افتتاح النتيجة لنادي الرجاء البيضاوي. والله صدقوني مشاهدينا الكرام يعني أجواء تليق بالملاعب الأوروبية بالدربيات الكبيرة إن كانت في جيسيبي مياتزا بين الإنتر والميلان أو روما لازيو بالنسبة للسيريا الإيطالية أو كذلك في الدوري الإسباني للكلاسيكو نادي برشلونة ريال مدريد أو كذلك للكلاسيكو الألماني بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ في ملعب الفيسبارين ستاديوم. على كل نترككم معا أكيد على سادة الكاميرا سوف تنتقل بعد هذا الهدف في الإعادة لسفيان الفريق.